حدود في أوائل آب أغسطس الماضي. أفراد الشرطة اتهموا السلطات بعدم إعطائهم الوسائل الكافية لتمكينهم من مجابهة المسلحين، كما نقل لنا من سيناء مراسل فرانس 24 يسري محمد. هناك تصعيد من جانب أفراد الشرطة داخل مدينة العريش. قبل قليل قام عدد كبير جدا من أفراد الشرطة بقطع الطريق الدولي العريش رفح من أمام مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء. أيضا قاموا بقطع طريق آخر يؤدي إلى مطار العريش احتجاجا منهم على ما قالوا عنه بضعف التسليح الخاص بهم وأيضا عدم إعطائهم الصلاحيات الكافية للدفاع عن أنفسهم والتعامل مع عدد من العناصر المشتبه فيها التي تقوم بتنفيذ هجمات ضد الحواجز الأمنية وضد رجال الشرطة والجيش بمدينة العريش وبكافة مدن شمال سيناء. بالفعل لا زالت هذه الوقفات مستمرة حتى الآن. أيضا قبل قليل قام عدد كبير من أفراد الشرطة بإغلاق البوابة الرئيسية لمديرية أمن شمال سيناء ومنع دخول جميع القيادات الأمنية بالمحافظة إلى داخل المديرية لمباشرة أعمالهم. لا زالت أيضا أعمال إطلاق الرصاص في الهواء تتم من جانب أفراد من الشرطة في تعبير عن احتجاجهم وغضبهم الشديد من ضعف عمليات التسليح. إذن تصعيد كما تنقل لنا يسري من قبل أفراد الشرطة، السلطات المصرية كيف تتعاطى مع هذا الموضوع؟ هناك محاولات للتهدئة تتم من جانب القيادات الأمنية لعدد من أفراد الشرطة ولكنهم لا زالوا مصرون على الاحتجاج بشكل موسع. قاموا بوضع عدد من الحواجز الحديدية في وسط الشوارع لمنع مرور السيارات ويطلبون بقيادة